هكذا أضحت الشوارع المغربية، ارتفعت بها حدة الأصوات المطالبة بإسقاط التطبيع. مسيرات حاشدة بمكناس، مراكش، الرباط، طنجة وباقي مدن المملكة، صوت جماعي واحد وزخم تضامني تنامى ضد تطبيع المخزن مع الكيان الصهيوني. هي مناسبة أيضا لنجدد موقفنا مطالبتنا لبلادنا ولمختلف الدول العربية لوقف كل أشكال التطبيع والتعاون مع هذا الكيان الصهيوني المجرم، هذا الكيان الذي لا يشرف أيا كان أن يكون على علاقة معه. فنقول أنه آن الأوان لبلادنا أن تغلق بشكل رسمي ونهائي مكتب الاتصال مع الكيان الصهيوني، وأن تحل اللجنة البرلمانية للشراكة، وأن تقطع كل اتفاق التعاون. فالمغاربة والفلسطينيين هم شعب واحد، وهذا الكيان لا يعني فلسطين لوحدها ولا يعني لبنان لوحدها، عينه على الأمة العربية والإسلامية. لذلك علينا أن نتحد، علينا أن نتجاوز الخلافات، علينا أن نكون صفا واحدا لمجابهة هذا العدو. جدد المحتجون المتوشحون بالكوفيات والأعلام الفلسطينية التنديد باتفاقيات الخزي والعار وجرائم الكيان الصهيوني. ماذا ينتظر النظام السياسي المغربي من هذا النظام المجرم الجبان، هذا النظام الإسرائيلي الذي يقتل إخواننا اليوم في غزة العزة؟ نقول للنظام السياسي اليوم كفى من مواصلة اتفاقية التطبيع، هذه فرصتك من أجل مسح هذا العار. فرصة نندد فيها وندعو فيها حكومتنا وندعو فيها مسؤولين بالعودة والتوبة والأوبة عن اتفاقية التطبيع مع الكيان الصهيوني. عقيدة راسخة لدى الشعب المغربي تجاه عدالة قضية الشعب الفلسطيني، زخم تضامني ضم مختلف الأطياف الفكرية والحقوقية وشكل وعيا شعبيا يجوب شوارع المملكة لتذكير المخزن بقدسية القضية.